شكرا لك يا حبيبتي. إلهام الفضالة تمنع خليل التميمي من حضور تخرج ابنته. ماذا فعل إشهاب جوهر؟ الباقي فلان. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وكنت متبتين. ما أدري غالي. تصدرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ترند باحتفالها بتخرج ابنتها فجر خليل التميمي من المرحلة الثانوية بوجود زوجها الحالي الفنان الكويتي شهاب جوهر، فيما عبرت عن سعادتها الكبيرة. كما شاركت إلهام الفضالة عبر خاصية ستوري عبر حسابها في انستغرام مقطع من الكلمة التي ألقتها في حفل تخرج ابنتها فجر، والتي عبرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة وفخرها بابنتها التي زرعت ما حصدته خلال 12 عاما من التعب والمذاكرة والاجتهاد. بدموع الفرح والسعادة ولي من هذا الفرح أكبر نصيب متخرج ابنتي فجبتني. وظهرت إلهام الفضالة وهي تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة الثانوية برفقة زوجها شهاب جوهر الذي شاركهما مراسم الاحتفال، وبدا من الواضح الانسجام والسعادة على كامل الأسرة، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا بطرح الأسئلة حول غياب الإعلامي خليل التميمي والد فجر، وهل السبب في غيابه هو منع إلهام وشهاب حضوره أم لم يرد الالتقاء بهما. ولذلك لخريجاتنا قليل التخرج متمنية لكم التوفيق والسداد في حياتكم الجامعية القادمة، ومتأكدة بدفع ينتفع بعلمها لخدمة هذا الوطن الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله. تحية كبيرة للفنانة الرائعة الفنانة